أهلا بكم في سبوت نيوز. بعد يوم من زيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى القاهرة ولقائه الرئيس المصري وإجرائه مباحثات في قمة ثنائية عقدت في القاهرة وتحديدا في 24 من مارس عام 2019، قمة ثلاثية مصرية أردنية عراقية ضمت فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية أو جلالة الملك عبد الله الثاني وكذلك رئيس الوزراء العراقي الدكتور عادل عبد المهدي، حيث بحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل فيما بين البلدان الثلاثة. ثمن القادة العلاقات التاريخية الوطيدة بين بلادهم مؤكدين على أهمية العمل لتعزيز مستوى التنسيق بين الدول الثلاث والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها تواصلها الجغرافي وتكامل مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية، بالإضافة إلى الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية بين الشعوب الثلاثة. وخرج القادة بعد عقد القمة ببيان مشترك استعرضوا فيه آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، مؤكدين عزمهم على التعاون والتنسيق الاستراتيجي فيما بينهم ومع سائر الأشقاء العرب لاستعادة الاستقرار في المنطقة. كما أكد القادة على أهمية مكافحة الإرهاب بكافة صوره ومواجهة كل من يدعم الإرهاب بالتمويل أو التسليح أو توفير الملاذات الآمنة والمنابر الإعلامية، وشددوا على أهمية العمل المكثف والمنسق لتعزيز مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة في المنطقة العربية بوصفها الضمان الحقيقي ضد مخاطر التجرذم والإرهاب والنعرات الطائفية والمذهبية التي تتناقض مع روح المواطنة والمؤسسات الديمقراطية وحماية استقلال البلدان العربية ومنع التدخل في شؤونها الداخلية.